انطلاقه صحيحه وصا فورديس 200 متر من 200 متر ان ذا ليد وخروج المتسابق الصيني الذي يتعثر هنا انطلاقه مره اخرى من سيفوز صراع قوي بين المشاركين الى المركز الاول والنتيجه المسجله 20 83 المتوج ورئاسة التي مكن المتسابق الصيني من انهاء السباق شد عضلي يغادر المسابقة والفائز هنا بالمركز الاول من تايلاند ويرايوت داين انوم يفوز بالمركز الاول في الحرارة رقم 6 إذا التايلاندي يبسط سيطرته على المركز الأول في هذا السباق يتمكن من الفوز ب 20 83 تايم فور ذا وينر